مهما البنات بتكون بتحب تعمل مكياج، لازم يا جماعه بيكون على طول في تفاصيل صغيره كده ممكن بتكون غلط. محدش فينا عارف يحط مكياج بيرفكت غير البروفيشنال ميك اب ارتست، طول الوقت بنتعلم في تفاصيل جديده. هنعرف بقى التفاصيل دي والاخطاء اللي بنعملها غلط والحاجات اللي المفروض نعملها صح النهارده مع خبيره التجميل منى الجمل. ازيك يا منى؟ ازيك يا شيرين؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الطريق كان ايه وانت جايه؟ زحمه شويه بس الحمد لله وصلت لنا في الميعاد، وصلت لنا بالسلامه. احكي لي يا منى، ابتديتي ازاي وايه اللي خليكي تفكري اصلا تبقي ميك اب ارتست؟ بصي يا ستي، انا اصلا خريجه فنون جميله. طب حلو، يعني نفس الفكره برضو، يعني كله الوان، كله الوان وكل حاجات ارتستك. بس فانا كنت بحب جدا من وانا صغيره جدا، يعني من وانا في ابتدائي كنت بحب جدا احط ميك اب وكده. كان بابايا الله يرحمه دايما يجيب لنا علب ميك اب انا واختي، وكنت بمسك عمتي بقى اقعد احط لها ميك اب لما تكون راحت قابل خطيبها. فدي بدايه حياتي. بعد كده انا برضو والدي كان عنده اتيليهات فساتين من زمان جدا، فحبينا نعمل المشروع العروسه تيجي تاخد فستان وتعمل الميك اب. حلو قوي. الكلام ده كان من 10 سنين تقريبا. كان لسه بقى الفكره دي مش منتشره قوي يعني زي دلوقتي. طب هايل والله. طب يعني شكلك صغير، ما شكلكيش ابتدائيه من 10 سنين. طب قولي لي، اليومين دول بقى في ميك اب ارتستس كتير، ايه رايك في الموضوع ده؟ سهل صعب؟ يعني ايه اللي ساعدهم على الانتشار ده؟ رأيك والله إيه؟ هقول لك على حاجه، موضوع الميك اب البنات عموما بقت تهتم بالميك اب اكتر من الاول بكتير. يعني مثلا زمان كان العروسه بس هي اللي بتحط ميك اب بروفيشنال ميك اب يعني، وبقيه البنات المعازيم ممكن كل واحده تحط ميك اب لنفسها. صح. دلوقتي بقى صعب جدا. صح. كل واحده راح تحضر الفرح لازم تكون حتى بروفيشنال ميك اب، حتى رموش وحتى وعامله كونتور ومظبطه كل حاجه. فبالتالي ابتدى يكون في كميه ميك اب ارتست بتطلع بتواكب كميه البنات اللي عايزه تحط ميك اب. صح صح، عشان الاقبال بقى اكتر، بقى في بنات اكتر عن زمان بقى بيحبوا يحطوا ميك اب. تمام. بس هو طبعا انا شايفه ان الموضوع يعني ممكن، يعني عارفه لما بيزيد عن حده قوي بيبقى مش لطيف، لان البنات كمان بيبقى عندها كونفيوجن كده، مش عارفه تركز. طب مين الشاطر؟ طب مين الصور وما فيهاش فوتوشوب؟ طب مين ايه؟ فانا بنصح دايما اي بنوته او عروسه عايزه تحط، يعني عايزه تختار ميك اب ارتست، يا ريت ان هي تروح تشوف الشغل بعينيها. صح. ده تجرب مره، ممكن تعمل بروفا مثلا. والله انا مش بنصح ابدا العرايس بالبروفا، لان الميك اب على اللون الابيض غير خالص على اي لون تاني، وانا بشرتي مجهده غير وانا مجهزه بشرتي قبل الفرح. صح. فالموضوع انا بقول كده العروسه كده كونسبت على بعضها، ميك اب وفستان وطرحه. فانت لو حققتي الكونسبت ده كله عايزه تعملي بروفا بكل ده اتس اوكي. بالظبط، عندك حق. طب قولي لي انت، ايه اكتر حاجه بتميزك في الميك اب؟ يعني ايه اكتر حاجه بتركزي عليها؟ انا حاسه ان انت بتركزي على عينين كده، يعني عليكي حلو قوي النهارده. الحواجب. العينين والحواجب دول اهم حاجه. بصي هقول لك على حاجه، هو اهم من العينين والحواجب ان انا افهم الملامح اللي قدامي. انا لو فهمت الملامح اللي قدامي فببتدي احاول اوصلها للنسب المثاليه. عشان لو عندي ديفو أدري، لو عندي حاجه شكلها حلوه اركز عليها. صح. فبالتالي أكتر. بالضبط. فبالتالي اخلي شكل يطلع حلو في نفس الوقت من غير ما يكون الميك اب اوفر، ومن غير ما اكون حاسه ان انا متكلفه قوي في الميك اب بتاعي. صح. طب قولي لي، ايه الاخطاء اللي البنات بتقع فيها بقى لما تيجي تحط ميك اب لنفسها؟ يعني ايه حاجات انت طبعا اكيد طول ما انت موجوده في اي مكان شايفه ناس ماشيه كده بتبقي شايفه ده غلط ده صح، بتبقي بتفاجئ صراحه. ايه بقى الحاجات الغلط اللي بتشوفيها كتير؟ طيب احنا هنقسم كده شويه حاجات كتير. اول حاجه ان البنوته ما بتكونش عارفه نوع بشرتها ايه، فانا لو مش عارفه نوع بشرتي فمش هعرف اتعامل معاها، مش هعرف احط لها البرايمر الخاص بيها، مش هعرف احط لها الكونسيلر المناسب، الفاونديشن المناسب. فدي اهم غلطه البنات بتقع فيها. لازم اكون عارفه نوع بشرتي كويس، لازم اهتم ببشرتي، يكون عندي روتين بمشي عليه. لان انا مهما كانت بشرتي مجهده ومهما حطيت بيرفكت ميك اب مش هيطلع بالشكل اللي انا عايزاه لو زي ما انا اكون مهتمه ببشرتي وعندي روتين ماشي عليه. يعني لو انا بشرتي جافه وما بهتمش بيها وجت عندي مناسبه وجيت يوم المناسبه دي قعدت اعمل شويه حاجات في وشي ومهما حطيت ميك اب غالي جدا وحلو جدا، بس برده هيفضل عندي المشاكل اللي في بشرتي باينه. لو انا بشرتي دهنيه وبتفرز دهون كتير وبرده مش بعمل لها كنترول او احافظ عليها او اشيل الجلد الميت الزياده، هاجي برده يوم ما احط ميك اب هلاقيه مش بيرفكت زي ما انا عايزه. صح. فاهم حاجه ان انا يكون عندي روتين ماشي عليه حسب نوع بشرتي، ما اخليش بشرتي مجهده، اشرب ميه كتير عشان احافظ على نضاره بشرتي عموما. فطول ما انا هحافظ على بشرتي كويسه هحصل على ميك اب احلى حتى لو انا حطيت حاجات قليله جدا. فهي دي النصيحه اللي انا بقولها دايما للبنات، حافظي على بشرتك وبعد كده حطي ميك اب حتى لو هو كان بسيط، فهيبقى شكله احلى بكتير من ان انت لو بشرتك مجهده. صح. طبعا من الحاجات المهمه جدا الحواجب. الحواجب كل فتره بيطلع لها موضه. صح. دلوقتي موضه تخينه بقى.
التخينه بقى لها فتره طبعا معانا، وبعدين احنا دلوقتي عندنا الحواجب الهير باي هير، الناس اللي لسه بترسم حواجبها زي التاتو يعني شكلها بجد ما بيبقاش لطيف خالص. ما صح عندك. الناس اللي بترسم حواجبها بلون غامق قوي. يعني ايه الهير باي هير؟ طيب هير باي هير يعني ارسم شعرايه شعرايه، يعني انا دلوقتي لما هنشتغل هوري البنات ازاي ان هي تعمل الحواجب بطريقه شكل طبيعي، بحيث ان هي تكون يعني شكل وشي كله هادي ما فيهوش حاجه منتقده، لان الحواجب لما بتكون بلوك كده بتدي شكل اجريسيف شويه للوش. صح عندك حق. طب ايه رايك نشوف مع بعض على الموديل بقى ايه الميك اب الجميل بتاعك؟ يلا بينا. قولي لي ايه اول حاجه هتبتدي بيها؟ احنا اول حاجه طبعا منظفين البشره كويس. تمام. تتنظف بايه؟ بقطنه، بميك اب ريموفر ولا انا لو حطيت ميك اب ريموفر فالميك اب بيقعد معايا وقت اطول. يعني كل بنت قبل ما تحط ميك اب، لو انا هخرج مثلا هخرج في الشمس او عندي مناسبه، لو حطيت ميك اب ريموفر او الوايبس اللي بتشيل الميك اب مشيتها على وشي، دي هتخلي الميك اب يقعد معايا يعني اقل حاجه ساعه زياده. حلو قوي. بعد كده هبتدي احط البرايمر المناسب لنوع بشرتي. ممكن تشرح لنا ايه هو البرايمر؟ البرايمر ده حاجه بنحطها قبل الميك اب عشان نجهز البشره. ان احنا لما نحط لها الميك اب يكون الفينش بتاعه حلو، يقعد معايا وقت اطول، حجم المسامات مثلا اللي في عند المناخير او عند الخدود تقل شويه لو انا عندي مسامات واسعه، لان هي بيبقى شكلها مش لطيف، الميك اب الفاونديشن بيدخل فيها بيبقى شكله مش حلو. يعني البرايمر ده عباره عن طبقه بتتحط على البشره قبل ما نحط الفاونديشن عشان نظبط الجلد بتاعنا، لو عندنا مسامات تخينه كبيره بالزبط. لو في عندنا اي عيوب في الوش البرايمر ده بيظبطها عشان نحط الفاونديشن بقى ايه على نظافه. بالظبط. البرايمر ده طبعا في حاجات للبشره الدهنيه، في حاجات للبشره الجافه، لو انا بشرتي جافه فمحتاجه احط لها طبعا مرطب عشان ما اجيش بعد كده الاقي وشي مطلع قشر. صح. البرايمر المفروض ان احنا نسيبه يعني حوالي مثلا 5 دقائق عشان البشره تشربه كويس وما يبتديش يكلكع. ما نحطش على طول فاونديشن بس احنا دلوقتي هنحط الفاونديشن ما فيش وقت. طبعا من النصايح المهمه جدا ان انا ما احطش كتل فاونديشن كتير، احط طبقه بسيطه جدا عشان لو انا عندي اي عيوب في بشرتي او عندي خطوط او عندي حبوب، كل ما احط فاونديشن زياده كل ما هيبقى عندي مشكله اكتر، هتبقى طبقه الفاونديشن سميكه اكتر فهتبتدي العيوب اللي عندي تبان اكتر، كاني بحطها تحت الميكروسكوب. صح. فانا بحط طبقه بسيطه جدا بحيث ان انا بس اعمل توحيد للون بشرتي. انا ملاحظه ان انت بتستعملي البيوتي بلندر، هي السفنجه دي. تمام. في ناس بتستعمل فرش وناس بتستعمل البيوتي بلندر، انت ليه يعني ليه استخدمتي بيوتي بلندر مش الفرش؟ البيوتي بلندر من الحاجات اللي بتوزع كويس، في مثلا سيليكون نازل جديد، في الناس اللي بتوزع بالفرش، الموضوع ده في انا ممكن اوزع بايدي. فكل واحد حسب ما هو بيرتاح لايه. من الاخطاء الشائعه أيوة. ان البنت تعمل وشها لون فاونديشن ورقبتها ما فيش. صح. فطبعا دي بتبقى مشكله جامده جدا وبيبان وبيبقى شكله مش حلو. صح. خالص. فانا باخد كده الفاونديشن اللي انا حطاه بنزل بيه كده على ما فيش. طب درجه الفاونديشن البنت تنقيها ازاي؟ البنت تنقيها لو انا الميك اب ده هحطه بالنهار بنزل بيه في الشمس، فانا هحطه هختار يعني هجرب على وشي واطلع في الشمس اشوف فاونديشن نفس لون بشرتي. بشرتي. طب لو هي هتلبسه بالليل في فرح مثلا او سهره؟ هي هتلبسه فعلا. هتحطه بالليل، يبقى انا ممكن لو انا بشرتي فيها ديفوهات عندي حبوب عندي بقع، هاخد فاونديشن درجه اغمق درجه من لون بشرتي. درجه اغمق؟ ده عشان بالليل. ادي الكونسيلر بقى، الكونسيلر وجمال الكونسيلر. ايوه. البنات اللي بتحط كونسيلر لون فاتح قوي ده مش صح. انا لو عندي مشكله وعندي هالات فانا لما احط لها لون فاتح بالعكس كمان شويه هتبان اكتر. فعلا؟ بالضبط. طيب انا مثلا عندي هالات، يبقى انا دلوقتي المفروض احط كونسيلر نفس درجه الفاونديشن؟ انا فاكراها ان هي المفروض تبقى افتح. لا افتح بقى الابيض دوت بيعمل مشكله اكتر، ان هو بيحول لي بعد كده المنطقه دي للون مزرق فبيبين لي ان انا تعبانه اكتر. طب اعمل المفروض إيه؟ ان احنا نخليه على لون مصفر شويه. اللون الاصفر او الاورنج بيدي بيعالج الغمقانه اللي تحت العين. طب الاورنج ده مش بيتحط قبل الكونسيلر المفروض؟ الاورنج ده الاورنج ده يعتبر كوريكتور. انا ممكن نحطه قبل الكونسيلر، وفي كونسيلر اصلا بيكون لونه الاندرتون بتاعه اصلا رايح على اورنج. فده من الحاجات اللي بتكون مناسبه للناس اللي عندها هالات. ودلوقتي الخطوه اللي بعد الكونسيلر ايه؟ اللي بعد الكونسيلر بقى احنا طبعا اهم حاجه ان احنا نكون موزعين كويس قوي. طبعا. يعني في بيوتي بلندر كده بتكون صغيره. صح. دي تبقى عشان منطقه دي العين، عشان المناطق مخصوص. اللي هي الكورنرز اللي ما بنعرفش نوصل لها. صح. اهم حاجه اوزع كويس جدا وابتدي احط باودر اطبطب.
طب ليه بقى حاطين باودر بعد الكونسيلر؟ لان الكونسيلر لو ما حطيتلوش الكونسيلر او الفاونديشن عموما لو ما حطيتلوش باودر عشان اثبته بيه هيبتدي يسيح ويبتدي يدخل في الخطوط بتاعه. صح ده اللي بيحصل لي بالظبط. بالظبط كده. فانا البنات كتير جدا تقعد تبعت لي مثلا تسال على البيج على الفيسبوك تقول لي انا الكونسيلر بيعمل خطوط. ما هو لازم يعمل خطوط. يعني انا لو حطيت كريم وفي لون وما ثبتوش فهو شيء اساسي ان هو يسيح ويدخل يعني يدخل في الخطوط ويبقى في حتت فيها وحتت ما فيهاش. فهو اهم حاجه للفاونديشن والكونسيلر ان احنا نعمله تثبيت. يبقى لازم نثبته بالباودر عشان ما يتحركش. لو انا عندي مناطق بيحصل فيها كسرات زي اللي هنا فاحنا بنبتدي كده نظبط برده الفاونديشن كده ونبتدي نحط عليها باودر من اول الحاجات اللي بنحط عليها باودر. مظبوط. عشان لما ابتدي اشتغل في الميك اب ما يبانش كده مكسر. في عندي مثلا خطوط هنا هبتدي برده اظبط الفاونديشن واحط عليه الباودر. طيب وبعد ما ظبطنا الوش وخليناه كله درجه حلوه متناسقه وتحت العين ايه بقى الخطوه اللي بعدها؟ المفروض طبعا ان احنا هنعمل كونتور. انا بس هديها طبقه لوس باودر كده على وشها كله. طب ايه الفرق بقى ما بين الباودر ده والباودر ده؟ هو بس اللوس باودر بيكون خفيف شويه بيدخل ما بيبانش يعني بيدخل كده في المسامات بتاعه الجلد بيكون شويه انفيزبل يعني ما بيبقى شفاف ما يبانش. بيبقى هو مش شفاف هو في درجه تغطيه طبعا يعني في حاجات منه شفافه وفي حاجات تانية منه ليها لون. بس هي الفكره انه بيبقى شكله ناعم. يعني كانك مش حاطه باودر لان الباودر كل ما كان تقيل كل ما عمل لي مشكله ان هو برضو عمل فوكس اكتر على كل الدفوهات اللي في بشرتي. تمام. دلوقتي انا عندي مشكله عندي هنا عظمه كده في المناخير. فانا هبتدي اغمق كده عندها شويه وانزل كده لتحت. ده كونسيلر ده كونتور باودر. احنا طبعا ممكن نعمل كونتور بالكريم بس هو شويه هياخد وقت فعشان بس ايه نلحق نطلع نتيجه. طب للناس اللي بتسمعنا دلوقتي وتتفرج علينا يعني ايه كونتور؟ كونتور يعني نحت الملامح بالميك اب. يعني انا ببروز ملامحي ببين الحاجه الحلوه بعمل عليها فوكس. الحاجه اللي فيها ديفو ممكن ابتدي ابين مثلا ان المناخير اصغر ارفع عظمه الخد شويه لفوق. يعني ممكن بالكونتور ان احنا نبرز اماكن ونغطي اماكن اكنها بنحت يعني. حلو ده. بنبتدي نطلع مثلا عظمه الخد كده فوق شويه. ابتدي الدقن من تحت كده احددها. يعني اللي عملوا الكونتور دوت كانوا بيعملوا ايه؟ بيحاولوا زي ما قلت لك كده من شويه ان احنا بنوصل بالملامح الوش للشكل المثالي. مظبوط. هو ابتدى ان هو عايز يوصل وش للملامح للنسب المثاليه اللي كل العالم حاطه. يعني في نسب كده مثاليه للجمال عموما. فهم بيحاولوا يوصلوا بكل بنت للنسب دي. فالكونتور هو اللي بيساعد على كده. انت بتقدري تنحتي اكنك بتغيري في ملامحك عشان توصلي الشكل اللي انت عايزاه. ادي الحواجب. هنبتدي الحواجب من عند بفرشه. يعني في ناس ممكن تستعمل فرشه ممكن تستعملي قلم حسب الحاجه اللي تريحك. انا برسم كده كاني برسم في اتجاه الشعر كده كاني برسم شعر. هو في مقياس معين للحواجب؟ يعني في حاجه معينه تقدري تخليكي تقولي ان الحواجب دي كويسه او مش كويسه او طويله زياده عن اللزوم او قصيره زياده عن اللزوم؟ طبعا في نسب ان يعني بنيجي كده من السبعه كده بتاعت العين للمناخير من هنا نوصلها ببعض. المفروض الحواجب ما تطولش عن كده. تمام ولا تطول ولا تقصر. يعني هو ده المكان المظبوط المفروض الحواجب تقف عندها. طبعا زي ما قلنا ان الحواجب المفروض يكون شكلها ناتشرال شويه. فاحنا بنيجي على الحته اللي قدام دي وما بنحطش فيها يعني بالفرشه فاضيه كده بنمشي عليها خفيفه عشان يبقى شكلها طبيعي كأنه شعر طبيعي ما يبانش ان انت عامله يعني فيها. يعني ادي الحاجب لو شفنا الفرق ما بين الحاجب ده والحاجب ده شكله طبيعي هو بس اتحدد شويه. طبعا لو انا عندي مناسبه او خارجه بالليل ممكن الموضوع بقى يبقى يتغير شويه ان احنا بنحط ماسكاره حواجب. ممكن نزود شويه اللايرز اللي احنا بنحطها لان طبعا الميك اب بتاع بالليل بيكون شويه محتاج يعني نعمل فوكس اكتر. بس ده لو عموما واحده يعني عايزه تحط ميك اب لنفسها فهي مش محتاجه تعمل اكتر من كده. ارجوكم بلاش تعمل اكتر من كده. هو حلو جدا وسيمبل وبسيط وفعلا انت بتبرزي جمال حواجبها وظبطتي درجه لون البشره. يعني الحاجات دي هي المهمه. يعني الواحد بيبقى بيحاول لما يحط ميك اب ان هو يبقى بيبرز جماله يبقى بيغطي دفوهات مش يغير شكله خالص يا جماعه. مش عايزين نتغير. هنبتدي كده نحط درجة فاتحة شوية تحت الحواجب عشان برضو نبرز شكل الحواجب أكتر.
فده يعتبر اي شادو فاتح تحت الحواجب. ده شادو فاتح اه، واحنا بنحطه مات يعني طول ما انا مش رايحه مناسبه، فانا خليني ماشيه في الدرجات المات احسن. خلينا نقول ان احنا دلوقتي الموضه اكتر ان احنا نخلينا في الالوان الترابيه، يعني بلاش الالوان الصرخه قوي. فاحنا هناخد كل الالوان الترابيه، يعني انا لو خارجه مثلا انا مش محتاجه احط اكتر من درجه لون هنا على جفني المتحرك دوت. الاي شادو والنبيتي ده انا حاسه هو موضه السنه دي مش كده؟ هو مش نبيتي، هو يعني محمي، هو اسمه ريد اوكر، يعني حاجه من الاحمر على الاورنج على الطوبي. ايوه حلو جدا. ممكن بس لو انا محتاجه عيني توسع هاخد لها درجه اغمق شويه بس في الكورنر كده. وطبعا اهم حاجه ان انا اعمل بلند للميك اب بتاعي عشان ما يبانش ان هو مقطع او لون هنا ولون تاني ملوش دعوه بيه. يعني انا ممكن احط الوان ملهاش علاقه ببعض بس اعمل لها بلند يبقى شكلها حلو جدا. حلو قوي. حسب حجم العين، يعني انا ببتدي احط جوه عينيا حسب حجم عيني اللون اللي هحطه جوه. طبعا كل ما كانت عيني صغيره كل ما بحط الوان فاتحه. كل ما كانت عيني مثلا واسعه ببتدي احط الوان غامقه، الوان غامقه عشان اضيقها. طبعا في حاجه مهمه جدا حابه ان انا اتكلم فيها، اختيار اللينسز. بنات كتير جدا بتختار اللينسز من غير ما تكون عارفه دي مناسبه لحجم عينيها ولا لا. لو انا عينيا صغيره ببتدي اختار اللينسز اللي متحدده. اللينسز اللي متحدده بتوسع العين اكتر، بتبين شكلها بتبين شكل العين اوسع. لو انا عيني من العيون اللي جاهزه لبره فيفضل طبعا ان انا استخدم لينسز استعمل لينسز مش متحدده يكون شكلها طبيعي اكتر عشان ما تخليش عيني تطلع لبره اكتر. مظبوط. هبتدي دي ماسكارا للصبح ناتشرال، يعني مش تقيلة. بالظبط بالظبط. وطبعا الناس اللي بتحط رموش الصبحية دي الموضوع صعب شوية لو انتي مش عندك مثلا تصوير او حاجة. انا هبتدي بس اخد شادو خفيف كده تحت العين في الكورنر اللي من بره بس كده. هي كلها حاجات بسيطة وسهلة بس فعلا قدرتي تخلي شكل عينها مختلف تماما. انا بس الحته اللي يعني لو واحده مدنوطه حصل معاها ان حته ماسكارا كده فاحنا بنسيبها تنشف خالص. وبعدين بفرشه فيها باودر ببتدي ايه اشيلها. تنزلي حته حته. من اهم الحاجات برضو اللي البنات بتقع فيها البلاشر. بيتحط ازاي؟ ما ينفعش احط بلاشر لون فاقع قوي بحيث ان انا شكلي يبقى عامل زي عروسه المولد. بضحك عشان احطه على التفاحه كده عشان ساعتها الواحد يقدر يبقى شايف ملامح خدوده مظبوط يقدر يحدد يحط عليها بلاشر. بالظبط. وطبعا يعني انا الفرشه خلاص فاضيه ببتدي امشي بيها كده على بقيه وشي كده خفيف قوي بحدده عشان بس ما يبقاش وشي فيه حتت يعني حته مقطعه وحته لا وكده. مش يبقى كله متناسق مع بعض. دلوقتي طالع آخر الروج حاجة طبعا تبقى الروج. كتير جدا الفتره اللي فاتت كان الروج كله مط، السنه دي رجع الروج الجلوسي موضه معانا. فطبعا الناس اللي لسه مش قادره تنتقل من الموضه دي للموضه دي فشركات الميك اب ابتدت تعمل روج دبل، يعني ناحيه منه مط وناحيه منه بتلمع. حلو الموضوع. فاحنا بنحط كده الروج المط، عايزه اسيبه مات اوكي، عايزه احط له طبقه بتلمع خفيفه، ده لما بينشف بيكون مات. عايزه احط له طبقه خفيفه اوكي مفيش مشكله. لو انا بعرف ارسم شفايفي كويس وده روج مات من اللي هو الثابت فاتس اوكي مش لازم ان انا احدد. لكن لو انا شفايفي محتاجه سوري عشان بس عايزه اخلص دي. ودي طريقة اللي بنشيل بيها لو غصبا عننا الماسكارا جت على وشنا، وده حاجة طبيعية جدا ممكن تحصل وانتي بتحطي ايلاينر، ممكن وانتي بتحطي ماسكارا طبيعي جدا ان يجي على وشنا بالغلط. هو طبعا احنا كنا محتاجين نسيبها تنشف شوية فانا دلوقتي هشيلها بالفاونديشن كده. حلو جدا جدا. تحفة حلو جدا جدا. تسلم ايديكي. يعني بصي قد ايه بمنتهى السرعة قدرتي ان انت تغيري، ما كانتش حاطة اي ميك اب، حطيت لها ميك اب كامل شكله بسيط ورقيق ولايق فعلا على ملامحها.
حلو جدا. ما انا زي ما قلت لك اهم حاجه ان كل بنوته تكون عارفه ملامحها تتعامل معاها ازاي عشان ما تعملش حاجه تحول شكلها ان هو حاجه مش لطيف. ميرسي جدا جدا يا منى ان انت كنتي معانا النهارده. لا انا بجد استفدت جدا واخدت شويه تيبس كده هحاول اعملها ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله تكوني معانا في حلقات ثانيه من عسل ابيض ونقدر نعمل يبقى معانا وقت اكتر بقى نعمل افكار ثانيه واشكال ثانيه. ميرسي جدا يا منى. يا رب تكونوا النهارده استفدتوا معايا وتعلمتوا ازاي نقدر نحط ميك اب كويس وايه الاخطاء اللي بنقع فيها وايه الحاجات اللي المفروض نعملها. ولو ما لحقتوش ان انتوا تتفرجوا على الحلقه كلها ادخلوا اونلاين على برنامج عسل ابيض وتفرجوا واقعدي بقى وقفي وتفرجي ومزاج كده ايه وتقلدي الخطوات دي كلها. هسيبكم دلوقتي مع فقره مع اميره فراج واحمد الشامي المطرب.